أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن وضع البيتكوين وعن مناطق الدخول المناسبة في عملة تيرا لونا كلاسيك، وراح أتكلم عن مؤشر CPI أو مؤشر بيانات المستهلك أو تضخم. خليكم معنا أصدقائي لنهاية هذا الفيديو لحتى نعرف شو راح يصير بسوق الكريبتو. أما بش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، بتمنى تشترك في القناة، وبتمنى تفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة القادمة. طبعا اصدقائي بدعوك تنضم لقناتنا على التليجرام، راح اترك لك الرابط اسفل الفيديو، في روابط مهمه جدا اسفل الفيديو، واهم الرابط لمنصه كوكوين في مسابقه كبيره راح تصير خلال الفتره القادمه. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي البيتكوين حاليا بسعر ال 19000 دولار و500، انخفض البيتكوين ل 18900 دولار. طبعا اصدقائي هذا الانخفاض ادى الى كسر الترند الصاعد، لكن عندي حاليا شمعة الاربع ساعات، شمعة مرتدة، ممكن يكون فيك اوت او يكون اختراق وهمي للترند الصاعد ونرجع نرتد من هاي المناطق. طبعا اصدقائي انا بستبعد هاي النقطة انه تكون عندي ارتداد في الوقت الحالي، بما انه الاخبار السلبية اليوم كثرت. طبعا انا بتوقع زيارة للترند الهابط هو عند منطقة ما بين 15 إلى 16000 دولار. طبعا بنقدر نشتري على دفعتين، أو بنقدر نشتري نقسم رأس مالنا ونشتري عند 16000 دولار، ما بين 16000 دولار و500 إلى 15500. بهاي المناطق راح أشتري، راح أعزز صفقاتي، كل عملية هبوط بتصير راح أعزز بصفقاتي. حاليا أصدقائي نحن بنداول أسفل ترند الهابط، هذا أمر سلبي جدا جدا، ممكن يؤدي لهبوط الاسواق العالمي او يؤدي لهبوط سوق العملات المشفرة. خاصة عندي هبوط في الاسواق العالمي، لكن حاليا راح نتكلم عن سوق العملات المشفرة. طبعا اذا صدق الكسر فالهبوط راح يكون قاسي جدا، بما انه نحن خارج سوق الكريبتو حاليا، ما في عندنا اي صفقات مفتوحة لا على الفي اي بي ولا القناة العامة ولا محفظتي الشخصية، ما لفتحين اي صفقات حاليا، عم ننتظر الهبوط القاسي لحتى نشتري من القاع، وهي بتكون الفرصة المناسبة اللي ما بتتكرر إلا كل عدة سنوات مرة واحدة. طبعا فرصة مناسبة جدا للشراء وأرباح هائلة جدا راح تكون. أما بالنسبة لأصدقائي لليورو، طبعا انخفاض اليورو مقابل الدولار أو ارتفاع الدولار مقابل اليورو يتساوى الدولار واليورو في القيمة. طبعا هاي الشيء ما صار إلا تقريبا من 20 عام، وقرار السي بي اي او قرار بيانات المستهلك اللي اجى بالسلبي وارتفعت نسبة التضخم بنسبة 9.1% طبعا خلال شهر يونيو الماضي. هاي المعدل اصدقائي او هاي نسبة الارتفاع ما صارت تقريبا من 41 عام، من تاريخ 1981 كانت اعلى نسبة ارتفاع. اليوم كسرنا هذا الرقم اصدقائي طبعا، وصار نسبة الارتفاع بالسي بي اي او ببيانات المستهلك بنسبة 9.1%. طبعا شو بيأثر هذا الشيء او شو بيضر سوق العملات المشفرة هاي النسبة؟ طبعا عندي الفائدة، راح يتم رفع الفائدة بعد اسبوعين، او قرار رفع الفائدة راح يكون بعد اسبوعين. طبعا اصدقائي بعد اسبوعين من الان، بما انه قرار التضخم او قرار السي بي اي كان سلبي جدا، فقرار الفائده راح يكون سلبي وراح تكون الفائده مرتفعه جدا جدا، وهذا الشيء راح ياثر على سوق العملات الرقمي بالسلب، وهذا الشيء اكيد جدا جدا. حاليا يفضل الابتعاد عن التداول، اذا كنت تداول سبوت يفضل الابتعاد عن التداول، ممكن نستغرق وقت لنهايه الشهر الحالي حتى نبدا بدخول الصفقات. طبعا اذا كنت تشتغل بالفيوتشر يفضل تشتغل بصفقات شورت، لكن مع ستوب لوز قريب على دخولك. اما بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك، بعد ما كسرنا المثلث الموجود امامكم، طبعا شفنا بالفيديو السابق تكلمت قلت انه انا ما راح اشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك الا بسعر 8 إلى 6، وانا لحد الان اصدقائي عم بنتظر فرصة التخزين المناسبة بعملة تيرا لونا كلاسيك. عم نمشي حاليا اصدقائي في ممر او في نفق سعري هابط، ممكن نتعرض لعملية صعود إلى 95 بعد عملية هبوط إلى مناطق السبعينات، ممكن حتى نوصل في الدعم الأخير الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك، ممكن نستغرق إلى يوم 22/7، ممكن نستغرق يعني 9 أيام أو 10 أيام لحتى نوصل لقاع العملة.
طبعا أصدقائي مناطق الشراء المناسبة أنا حاليا راح أشتري وراح أعزز في كل هبوط. طبعا عملية التخزين الخاصة فيني عم بتكون على منصة كوكوين، بدعوك لتنضم على منصة كوكوين، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو. ومثل ما حكينا في عندي مسابقة كبيرة راح تصير على منصة كوكوين، شرط المسابقة إنه تتداول برأس مال حتى لو كان رأس مالك بسيط لا يتجاوز $100، تقدر تحط مبلغ بمحفظتك وتتداول لحتى تدخل بالمسابقة القادمة على منصة كوكوين. مثل ما حكينا أصدقائي نحن راح نعزز في كل عملية هبوط. طبعا أصدقائي بالأمس تم لكودة أو تم تصفية عدد كبير من الأشخاص، طبعا قيمة التصفية تجاوزت 200 مليون دولار. بظل الهبوط وبظل ارتفاع معدلات التضخم، طبعا عندي انخفض البيتكوين بنسبة 4%، وطبعا الإثريوم لحد الآن يعني عم شوف إيجابية كبيرة بالإثريوم على عكس البيتكوين، يعني بنشوف إنه الإثريوم عم بيواجه البيتكوين أو عم بيحارب البيتكوين. طبعا العملتين صاروا بالماركت كاب يعني قريبين من بعض، واحد 127 مليار دولار والبيتكوين ب 370 مليار دولار. ممكن نشوف إطاحة للإثريوم في البيتكوين، يطيح البيتكوين وتتصدر العملات الإثريوم. طبعا ما شفنا انخفاض واضح في عملة الإثريوم في ظل الهبوط الأخير. طبعا الماركت كاب 860 مليار دولار الإجمالي لسوق العملات المشفرة. طبعا وعندي العملتين الإثريوم والبيتكوين طبعا تقريبا بيستحوذوا على 50% أو أكثر من 50% من سوق العملات المشفرة بماركت كاب يتجاوز ال 497 مليار دولار. يعني تخيل إنه عملتين فقط يملكوا تقريبا 60% من إجمالي الماركت كاب. طبعا أصدقائي في نقطة لازم أوضحها، ممكن أغلب صناع المحتوى أو أغلب المحللين ما بوضحوا هاي النقطة. انخفاض الماركت كاب أصدقائي لا يعني خروج سيولة من السوق. طبعا كيف بيتم تحديد سعر العملة اللي هو الماركت كاب مقسوم على عدد القطع، بيطلع معنا سعر العملة. طبعا كل ما قل سعر العملة بيقل الماركت كاب. طبعا حتى لو ما صار عندي خروج سيولة من السوق لكن بينخفض الماركت كاب مع انخفاض سعر العملة. يعني البيتكوين وقت كان ب 400 مليار دولار حاليا ب 370 مليار دولار، ما يعني هذا الشيء انه 30 مليار دولار خرجوا من البيتكوين، لا هذا الشيء خطأ اصدقائي. انخفاض سعر البيتكوين ادى الى انخفاض الماركت كاب او انخفاض قيمة الماركت كاب. طبعا عندي الفوليوم 67 مليار دولار، طبعا في عندي تناقص بالفوليوم وعندي استحواذ البيتكوين لا يزال مسيطر 42.7%، وعندي الاثريوم 14.6%. لذلك اصدقائي مثل ما تكلمنا نحن راح نستثمر بذكاء في سوق العملات المشفرة خاصة في الاوقات الحالية اللي عم نمر فيها. طبعا ممكن ما تكلمنا يكون عندي فيك اوت او اختراق كاذب، ممكن يشوف ارتداد، لكن انا بستبعد هاي النقطة. طبعا سوق العملات المشفرة ما في شيء مستحيل، حتى لو كان اخبار سلبية ممكن يصير عندي صعود، لكن لازم نكون حذرين اصدقائي، عندي احتمالية الهبوط تقريبا 90% الى مناطق 19 ألف دولار. اصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.